بحفظ الله ورعايته عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن فجر اليوم، قادما من المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد بلينتا لويس. ورافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.